ونروح للعاصمة القطرية الدوحة ونشوف الفرحة الأردنية والجماهير الأردنية اللي بنرفع لهم القبعات على حضورهم الكبير اليوم. لا يسعد مساك ويسعد مساك كل الضيوف اللي عندك ليلة أردنية بامتياز، ليلة تجمع الجماهير الأردنية. شكرا للنشامة، شكرا لكل من شجع، شكرا لكل من حضر هنا في هذا الاستاد، شكرا لكل من تابع بقلبه بكل ما يملك لتشجيع المنتخب ومؤازرته. أنا بمسك بالجماهير عن الأهازيج والأناشيد والأغاني، بس أنا بدي أحكي مع أطفال كانوا موجودين من الصباح. اسمك؟ زينة. زينة، كيف المنتخب؟ كتير حلو. طيب اسمك؟ جوري. جوري، كيف المنتخب؟ مميز. وانت؟ اسمي عمر. منتخب احكي لي. لعيبين شجعت؟ فوز كاس. وانت؟ اسمي جوري. جوري، شو كيف المنتخب؟ الكاس أردني وأردن راح تفوز. أنا عبد المنصف فتاعقل، وصراحة الشباب لعبوا لعب بطولي ورجولي وما شاء الله عليهم، يعني صراحة إن شاء الله تكون البطولة أردنية خالصة إن شاء الله. أنا أيهم مقدادي، بحب أوجه المباركة الأولى لجلالة الملك المعظم ولولي عهد ولسمو الأمير علي، واللي كانوا الساند الأول والداعم للكادر الفني ولكانوا للاعبين وللجماهير اللي ساندت اللاعبين في كل المباريات في المدرجات. مبروك 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 مبروك. حدثنا عن هالفوز يا سيدي. الله يعطيك العافية. بداية يعني احنا بنبارك للأردن ولجلالة الملك ولولي العهد ولسمو الأمير علي عن نشامة اللي ما منهم سلامة حقيقة. ألف ألف مبروك وشكر موصول. ألف مبروك. ما زالت الجماهير يعني هاي الجماهير وهي الدكتور وهي الشباب كلهم. كيف المنتخب؟ يعني أنا أول مرة بشوف المنتخب وراح أتأهل النهائي والله. وإحنا نفس اللي مرّب عليك. فادي مسلم، من فادي مسلم. ألف مبارك للنشامة، كنا خلف المنتخب. ألف مبارك، وإن شاء الله لأن النهائي تكون أردنية والبطولة تكون في عمان إن شاء الله. تعترك وتغنوا. ها كاميرا معك. بطولة أردنية. 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 طبعا هذه الأغاني بكل مكان هنا، هذه الأغاني بكل مكان هنا. ليث، بدي أرجع لك وإن شاء الله بنرجع لك مرة ثانية. دكتور ليث بن بيضيم من العاصمة القطرية الدوحة، وهذه الفرحة الأردنية.